في اللحظة التي تشعر فيها أنك لم تعد مهتماً، غادر، لا تنظر خلفك أبداً، لا تبحث عن الوقت المناسب لاقتناص فرصتك. لم تكن يوماً جاهزاً مثل ما أنت الآن. تحرك، لا تبحث عن الشخص المناسب. أنت تعرف جيداً ما عليك فعله. الوقت يمضي مسرعاً وعليك اغتنام الفرصة. طارد الفرص واغتنم كل فرصة للنجاح والفشل، واصنع منها ما تريد. لا تقرأ ما تحت السطور أو ما بينها، كن جسوراً لتكتب السطور كما تريد. من شاء فليقرأ، ومن لم يشأ فليذهب مع الريح. لا يوجد وقت مناسب لكل شيء في حياتنا. الانتظار سم قاتل. لا تنتظر أحداً، لا تنتظر وقتاً مناسباً، اصنعه بنفسك. لا تنتظر أبداً. لم يخلقك الله لتكون ضعيفاً. قم وانهض لتشعل نار مستقبلك بيديك. لا تساوم حياتك بأي شيء. دعك من أنصاف الحلول، ستطعمك أنصاف الحلول خبزاً فقط. حين تصنع ذاتك كما تشاء، ستعرف أنك صنعتها ولم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق. ستعلم أنك قد حققت ذاتك لأنك فقط قررت ذلك. كن أسداً وخذ ما هو لك. كن أسداً فقط.